السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أوبن ستريت ماب مش خاص فقط بالمسافات الطويلة والمدن، لأ ده حتى في المول ممكن تلاقي معلومات كل محل موجود فين. يقول لك مثلا خلي بالك المحل ده تمشي 100 متر قدام وهتلاقي على ذاك اليمين وهكذا، وتقدر انت في أي مول تقدر تصور الواجهة بتاعت المحل وتحطها وتحط المعلومات بحيث الناس تقدر انها تلاقيها بكل سهولة، وتقدر تحط معلومات بيفتح امتى ويقفل امتى وهكذا، ورأيك في كل حاجة، وتحط أدق التفاصيل حتى الأشجار واللمبات اللي في الشوارع والمكان اللي ممكن تكون فيه سلة الزبالة مثلا أعزكم الله وهكذا، الأماكن اللي حد راكن العجلة، حد مزنوق وعايز يدخل الحمام وهكذا، كل ده ممكن نستعين بيه بالأوبن ستريت ماب وتطبيق اسمه إيفري دور.